الثقافي وبجانب المدرسة الخامسة. الشريط المباني المحاجز للاستيراد، أي حالة عنيفة من الغارات الطيران يتعرض لها، دمار هائل في المباني، العديد من الشهداء والعديد من الجرحى، والحالة الإنسانية صعبة جدا، وطيران لا يزال حتى الآن في أجواء مدن القلمون. منذ الأمس أيضا القصف المدفعي لم يتوقف عن مدينة دير عطية، تم إصابة جامع داخل المدينة. يعني الآن التطورات على الأرض تحسب لصالح قوات النظام كما أفهم من كلامك؟ ما حدث أختي العزيزة حتى الآن هو أن النظام يعجز عن فتح الاستيراد الدولي بين المنطقة الممتدة بين النمق وقارة، فقام الآن بالتراجع. جنوده وآلياته موجودة داخل القطاع، فقط هو يستعين حاليا بالطيران رقم واحد وبعدها بالمدفعية. هو يتبع سياسة الأرض المحروقة انتقاما من الثوار، حتى اللحظة يقومون بقطع الاستيراد. نعم. طيب معارك كروفر بين الجيش الحر وقوات النظام أين تتمركز بالتحديد؟ في الدرجة الأولى هي مقابل مدينة نمك على الجهة الغربية على الاستيراد الدولي، مقابل جسر نمك، وفي الطرف الغربي لمدينة دير عطية رقم واحد. وأيضا هناك على أطراف مدينة قارة تحصل اشتباكات مستمرة منذ ليلة الأمس. طيب وماذا عن التطورات الأخرى؟ نتحدث هنا من الناحية الإنسانية، يعني تتحدث عن أوتوستراد كامل ومناطق كاملة وأيضا حدودية، نتحدث هنا تتعرض لقصف بالطيران والاستهداف. صحيح، النازحون من مدينة قارة لا يزالون حتى اللحظة بحالة إنسانية يرثى لها في منطقة عرسال، ولا نداءات استغاثة التي أطلقوها لم يتم الاستجابة لها حتى اللحظة. في مدينة دير عطية أصدر نشطاء مدينة دير عطية بالأمس نداء استغاثة للأطباء الموجودين في المنطقة، فهم بحاجة لطبيب جراح مختص وطبيب عظمية. فكما نعلم أن المدينة كانت تحت احتلال النظام ولا يمكن لهم إنشاء مشافي ميدانية، فعندما قامت المعارك فيها قوات النظام تتمترس عند تلة المشفى الوطني وتمنع أي مدني أو أي شخص من الاقتراب من المشفى، فالجرحى الموجودين داخل مدينة دير عطية في حالة يرثى لها. من ريف دمشق تيم القلموني مراسل شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك.